مرحبا بالجميع. بهالفيديو رح حل السؤال الثالث لدورة 2019 الاستثنائية علوم حياة. هو سؤال كومبلكس، كتب السؤال أنا هون بالفرنسي، كمان كتبه بالإنجليش، هون كتبه بالإنجليش. شو طلب منا أول شيء؟ طلب منا بأول سؤال إنه نكتب الزي، أول شيء شو مخبرنا؟ عطينا الأفيكس، عنا البوان هون بوان أ، بوينت أي، عنا البوان أ، بوينت أي، وعنا البوان بي. عطينا الافكس تاعها، البوان ا بوينت اي الافكس تاعها هي 1 هي 1، والبوينت بي هي الافكس تاعها هي شو ماينس 2 1 2. طيب كمان عطينا عم يخبرنا هون انه الام والام بريم، ام والام برايم، كمان عطينا الافكس تاعها هي زد وزد برايم. وعطينا هون ضمير جيفن انه زد بريم هي شو بتساوي. طيب شو عم يخبرني بهذا السؤال؟ عم يقول لي اكري بدنا نكتب الزد بشكل اكسبونسيال، اكسبونسيال. دون لكا بس شو عايزين يعطيني انه زد بريم شو عايزين اياها هي ايجال 1 بلس اي، هذه كمان عايزين اياها كجيفن كدوني. طيب كيف فينا نبلش بهذا الشيء نحن؟ اكيد بدنا نستخدم الدوني اللي معنا، يعني نحن نستخدم معنا اثنين دوني، معنا اثنين جيفن، عندنا هالجيفن اللي هي زد بريم وعايزينها كمان زد بريم فوق، كمان فينا نستخدمها هذه. طيب لكن مثل ما اتفقنا هذه دوني هذه جيفن. طيب وكمان نستخدم الضنيه اللي عطيناها فوق بال اللي هي هون نستخدمها. طيب احنا مين بدنا؟ نحن بدنا الزد، بدنا الزي، حرف الزي. طيب اذا نطلع الزي الزد او نطلع الزد بار اللي هي الكونجيجيت تاعتها نفس الشيء، يعني احنا اذا طلعنا الزد بار فينا نطلع الزد دغري، يعني هن في راس في ريليشن بيناتهم بين الزد والزد بار، تبعته في ريلاسيون بيناتهم. فانا هون مثل ما شايفين عندنا هون زد بار، انا الكونجيجيت تاعت الزد ما بيأثر، بنطلعها بنحصل على جوابها ودغري بسهوله بنقدر نطلع الزد. بس هلا مين بدنا نتخلص؟ بدنا نتخلص من الزد بريم. فهمتوا كيف لازم نفكر بالسؤال؟ او شو بدكم تطلعوا نحن شو بدنا وشو لازم نتخلص؟ نحن بدنا الزد. طيب اذا طلعنا الزد او الزد بار نفس الشيء، ليش؟ لانه في ريلاسيون بيناتهم، في ريليشن بيناتهم. طيب بمين بدنا نتخلص؟ بدنا نتخلص من الزد بريم. كيف بدنا نتخلص من الزد بريم؟ بحطها بقيمتها بشكل هو عطيني اياها بالدون بالجيفن. طيب مثل ما شايفين هون ادمجتهم ببعض، نحن ادمجنا هيدي وهيدي ببعض، بس انا مين شلت؟ شلت الزد بريم، تخلصت منها. ليش؟ انه انا هون انا بدي اطلع الزد، ما بدي اطلع الزد بريم، فتخلصت من الزد بريم، حطيتها بقيمتها فوق، اعطيني اياها انه زد بريم يقال ان بلس اي 1 بلس اي، فحطيتها بقيمتها. طيب هلا بدي برم على الزد بار. طيب كمان طلعنا الدنوميتر لفوق مثل ما شايفين، طلعنا الدنوميتر عملنا مثل كروس ملتبلاي هذا اسمه زد بار طلع لفوق، فبيضرب كلياتها للان بلس اي ان بلس اي، فبحطها بين بارنتيز. ليش؟ انه طالما في شيء تحت بالدنوميتر بيطلعوا لفوق، فاجبرني احطها بين بارنتيز مشان تضربها كلياتها هذي. اوكي؟ طيب نحن بدنا الزد بار، فبجمع الزد بار لوحده، انتبهتوا؟ فهون عندنا زد بار قبل الايجال وزد بار بعد الايجال، فبحطهم يا كلهم قبل الايجال او كلهم بعد الايجال، بعد الايكوال. فلكن شو صار هون؟ مثل ما شايفين الزد بار اللي قبل الايجال اخذتها لوين؟ اللي قبل الايجال. ليش؟ انا بدي اطلع جواب الزد بار لحتى اقدر احصل على الزد، بقدر احصل على الزد من خلال الزد بار. طيب وهلا هون شو بعمل؟ باخذ فاكتوركم، باخذ كومن فاكتور اللي هي زد بار. اخذنا فاكتوركم ومنا كالكول، فاخر شيء شو بيطلع معي انه زد بار اللي هي الكونجيجيت زد فوا اي ايجال 2 ايكوال 2. انا مين بدي؟ بدي زد بار كمان الاي هذه الاي اللي تخلص منها، فشو بعمل؟ بنزلها تحت. لكن هون حنزلها لتحت، لسه ما نزلتها شكلي، هون حنزلها، نزلناها. طيب انا هلا بدي اكتبها بشكل اكسبونسيال، تبعتوا؟ فالاي هون انا شو كيف فيني طلعها لفوق مثلا؟ الاي هذه الاي موجوده تحت بالدنوميتر، فينا ننقلها لفوق؟ فينا ننقلها لفوق. في طريقتين مثلا، فينا نضرب بالكونجيجيت، يعني شو يعني بس هو ما عندي اي تحت، كيف فيني اتخلص منها انا للاي اللي تحت الاي اللي تحت؟ كيف فيني اتخلص منها؟ بضرب باي مره ثانيه، بضرب باي فوق وتحت، تبعتوا؟ لانه ما بضرب باي فوق وتحت عندنا 2 دو فوا اي بتصير دو اي، وتحت اي فوا اي اي تايمز اي بتصير اي سكوير اي سكوير، نحن حافظين انه الاي كاري ايجال موا ان، تبعتوا؟ فلكن شو بتصير؟ لا انا حلها بطريقه ثانيه. وقفوا شوي. كيف حلها؟ شوف كيف حلها. اي 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 انه الاي اي او كاري ايجال موا ان، لكن اف واي هي ايجال موا ان، لكن الاي فينا نكتبها هي ايجال موا ان سور اي،
ان الاي هي بحد ذاتها الاي ايجال موان سور اي، لكن هون محل الان محل الان سور اي محل 1 اوفر اي، فيني استبدلها شيء وحط محلها شو؟ حط محلها موان اي ماينس اي. هيدي طريقه. وطريقه ثانيه مثل ما خبرتكم اياها انه نضرب بالاي فوق وتحت، لكن هون عندنا هون عندنا دوت سور اي عندنا 2 اوفر اي، فبضرب فوق باي وتحت باي. بحق لي دائما بس في عندكم فراكشن، بس في عندكم فراكشن بحق لكم دائما تضربوا باي شيء فوق، بس فوق وتحت. مثلا اضربوا برقم، مثلا فيكم تضربوا ب 2 او 3 بس فوق وتحت، بنضل حافظين على الايجاليتي. تمام، نحن هون ضربنا باي، فينا نضرب باي فوق وتحت. ليش شو الغايه منها؟ الغايه منها مشان نتخلص من الاي اللي تحت الاي. طيب شو بيصير هلا؟ بيصير معنا هذا الشيء هلا. هون انتبهوا، انا مخليها بين بارنتيز. ليش؟ لانه في منهم شو اذا حطيتوها بدون بارنتيز شو بتنفهم؟ بتنفهم انها هي دو موا اي، هي منها دو موا اي، هي منها دو، هي منها 2 ماينس اي، هي 2 تايمز، هي دو فوا. فمشان بحافظ عليها انها بين بارنتيز بارنتيز، كمان انتم بالامتحان هيك عاملين. طيب هلا شو صار عندنا؟ هلا بس نحصل على هذا الفورم، انتبهوا ركزوا معي. هون شو عندي؟ عندي زد بار ايجال موان دو اي. بس قبل ما احكي هالشغله، بس هون في شغله كمان ثانيه، حتى انتقل من الزد بار للزد، بس انتقل من الكونجيجيت تبعت الزد للزد. هلا هون شو عندنا؟ فينا نستخدم هذه الرول اللي احنا حافظينها. اذا ما كان عندي يمكن كاتبها، انا الله اعلم، بس خلينا نشوف اذا كاتبها. كاتبها. اذا عندكم زد ايجال ا بلس اي ب، هذه فورم كارتيزيان، كارتيزيان فورم. الزد بار شو هي؟ هي ام 1 ماينس اي بي اي بي. فهون الكونجيجيت دائما الكونجيجيت بتجي بتغير السين تاعت مين؟ تاعت الاي، تاعت الاي. اذا بتلاحظوا هون بالاي جنب الاي في بلس، هون جنب الاي لما شلنا بالكونجيجيت جنب الاي هون شو صار؟ صار موا. بس هون الاي هذا الرقم المنظوم مضروب باي الاي بضل وزن، ما بتغير الساين تاعه. بس هون نحن شو عندنا؟ تطلعوا فوق على الزد بار، الزد بار ايجال 1 دي اي ماينس 2 اي. طب هون نحن الا 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 شو هي الا؟ هي الا هذه قصدي فيها هي الاي منها موجوده، هي الصفر. تمام، فشو الكونجيجيت تاعتها؟ هلا اذا بدي روح الكونجيجيت، بدي روح الكونجيجيت بعمل كونجيجيت مره ثانيه. تمام، بنعمل كونجيجيت مره ثانيه، فجنب الاي كمان بيكون في مو ثانيه، بصير ماينس ثانيه، فبصير ماينس وماينس بصير بلس. فمشان هيك الزد شو صارت؟ هي بلس دي اي. فروح لكن هلا نحن شو عملنا؟ حولنا من الزد بار للزد. عرفتوا شو عملنا؟ ليش؟ لانه نحن بالسؤال طلب لنا الزد. طيب هلا نحن بدنا نكتب بشكل اكسبونشال اكسبونشن. طيب بس يكون عندي هذا الفورم، يعني هو زد ايجال زد ايجال ما في ا، ما في ا. انتبهوا هون نحن عارفين انه الفورم كارتيزيان، كارتيزيان فورم هو زد ايجال ا بلس اي بي، يعني اي بلس اي بي. فهمتوا؟ هون ما في ا، بس يكون ما في ا كثير سهله. شو بنعمل؟ محل الاي بنشيلها، شو بنستبدلها؟ باكسبونشال اللي هو هذا الشكل. يعني عرفتوا كيف؟ يعني E absence E power E P over 2 pi over 2. طب هنا هون بس انتبهوا، يعني ما يجي واحد مثلا والله معكم form complex complex مثلا هون، مثلا لو افترضنا هون جنب 2 E جنب 2 I مكتوب مثلا 1 plus 2 E، يعني هون ما فينا غير ما والله نشيل ال E ونحط محلها E absence P over 2، لا ما بيمشي الحال هيك. امتى بنعمل هالحركة؟ بس يكون مثل ما قلت لكم، بس يكون عندنا فورم كومبلكس اللي معنا اللي هو شو؟ ما في ا، يعني هون اذا تطلعوا تحت هون، هون الفورم كومبلكس عندنا زد ايجال ا بلس اي بي، للا والبي هن ارقام. طيب اذا معي بس اي بي، انا اذا معي بس الاي بي الاي بي مثلا هون شو عندي؟ عندي 2 اي، افترض عندي 3 اي 4 اي 7 اي 7 اي 8 اي، دغري شو بعمل؟ بشيل الاي بستبدلها بشو؟ ب ابسنس مو بي سود. كمان اذا عندي موان، فيني الموان كمان بحد ذاتها هلا ما خاص بهذا السؤال، بس الاي الموان اذا عندي ماينس اخر شخص انا عملها كمان فيني شيل الموان واستبدلها ب اي ابسنس موا اي ابسنس عفوا اي ابسنس اي بي بغض النظر. طيب هلا انا اعمل عليهم اكزامبلات من عندي، هلا حنطلع شوي برات هذا السؤال. ليش اعمل اكزامبل على هيدي الفكره؟ انه اذا عندكم كيف فينا نحول على فورم كومبلكس؟ اذا عندي فورم كارتيزيان، اذا عندي فورم كارتيزيان فورم، كيف فينا نحول على فورم كومبلكس؟ فورم اكسبونسيال عفوا. هون عامل اكزامبل عليها، لك هون شو عندي فوق؟ عندي هذا الفورم كارتيزيان كارتيزيان فورم، بدي احوله على فورم على اكسبونسيال فورم. فورم اكسبونسيال.
طيب مثل ما شايفين هون والله ما فيني انا اجي شيل اي دغري وحط محلها اي ابسنس اي بي اوفر 2 مثل اللي قبل. لا ليش؟ انه هون عندي 3 موا، عندي رقم اللي هو 3 موا 3 اي. طيب هون شو الطريقه؟ اول شغله بدي اعملها بجيب اول شغله نحن شو بدنا نحصل؟ نحصل على هيدي. هذه هي الفرق اكسبونسيال اكسبونسيال فورم. لكن هي مألفة من شو؟ مألفة من موديل، بنجيب المودولس وبنجيب التيتا الانجل الانجل. فبالشغلتين بدنا نجيبها. طيب اول شغله بدنا نجيبها بنجيب الموديل المودولس اللي معنا. طيب كيف بنجيب الموديل؟ دغري روح الى الحفظ هيدي. شو هي الموديل المودولس؟ انه شو بنعمل؟ بنعمل راديكال راديكال شو بنعمل هون؟ اكس او كاري بلس ايجراك او كاري. مين الاكس؟ يعني نحن اذا افترضنا سميناها هون اكس بلس ايجراك اي. فهون اول رقم نفع او كاري، هون ما عندي 3 فبعمل او كاري بلس بحط بلس بعدين بفتح برونتيز. هون افترض عندي موب بحطها بقلب البرونتيز للموب للماينس اي مشان تروح بالاو كاري بالسكوير. وهيك هيك بنجيب الموديل. هذه رول الحفظ. بنجيب الموديل، جبنا الموديل المودولس جبناها. هلا جبنا نحن الموديل، هلا شو بدنا نجيب التيتا؟ كيف نجيب التيتا؟ انا رسمتكم اياها كرسم. طيب اول شغله بعملها مثل ما شايفين هون على الرسمه عندنا، اول شغله بحدد التروا موان تروا اي. هيدي هون موجوده على البلان. هيدي التروا موان تروا اي نحن فينا نعتبر هيدي عباره عن فينا نحطها كبوان على البلان اللي معنا. طيب كيف نحطها كبوان؟ شو بنعتبر؟ نعتبر الرقم اللي منه مضروب بالاي، منه مضروب بالاي، هيدا بنعتبره كاكس، كانه محطوط على الاكس على الاكس، كانه ابسيس يعني، مفتوح ابسيسا. واللي مضروب بالاي، مضروب بالاي، نعتبره اوردوني اللي هو الايجريك، يعني بنطلع الاكس على الايجريك، طب هي موان 3. فبنيجي بنبرم عليها كانه عم نعتبرها بوان، هيدي نعتبرها بوان اللي هي شو 3 موان 3 3 بوان 3 موان 3. فبنبرم عليها وين موجوده؟ موجوده هون. اوكي هلا شو بنعمل؟ هاي اول خطوه. ثاني خطوه بنوصلها بالاوريجين، بالاوريجين بنوصلها بالاوريجين. هاي ثاني خطوه. ثالث خطوه بنعمل بروجكشن بروجكسيون على الاكس على الاكس. هاي ثالث خطوه. انتبهتوا؟ رابع خطوه نحن شو بنحصل هلا؟ ما حصلنا على تريانجل ريكتانجل رايت انجل تريانجل تريانجل ريكتانجل هذا. فلعنده تريانجل ريكتانجل فهون نحن فينا نستخدم الكوسينس تيتا وسينس تيتا. هذول كنا اخذينهم بالبريفيو بس يمكن انتم منكم اخذينهم بس اخذينهم يمكن بالصف السيجون او شيء. طيب فنحن هون شو بنعمل؟ بنستخدم التانجنت تانجنت تانجنت. شو بتقلي التانجنت؟ هي شو الروت هي التانجنت؟ التانجنت هي شو؟ هي الاوبوزي على شو؟ على الادجاسون يعني الديستانس اللي موجوده بالاوبوزي. يعني هون معنا الانجل هيدا نطلع على الاوبوزيت تبعيته يعني المقابله. شو الديستانس هيدا؟ بنحط القياس تاعه قسمه ديفيزير بار شو؟ الادجاسون ادجاسون تاعه اللي هي شو؟ مقابل الانجل اللي موجود هون. فبنقسم مع بعض. هيدي الرول، هيدي كمان رول للحفظ تاعت التانجنت اذا معي تريانجل ريكتانجل بس اذا كان عندي رايت انجل تريانجل. اوكي اوكي وهلا شو؟ طيب خلينا شو نشوف الانجل تاعنا هون. فلكن هيدي بيطلع معنا هون هي 3 سو 3 لكن تانجنت الفا شو هي 3 سو 3 هي 1. فتانجنت الفا شو هي لكن هي ايكوال 1. طيب لكن هون شو بنعمل؟ بتجيبوا الحسبه كالكولاتريس تاعتكم بتعملوا هلا الكالكولاتريس القديمه كنا نعمل مثلا شيفت شيفت تانجنت تانجنت بس هلا الكالكولاتريس الجديده في لها طريقه حتى تقدروا تطلعوا الالفا. هلا نطلع الالفا فشو تطلع معنا الالفا هلا؟ تطلع معنا الالفا هي بي اوفر 4 باي اوفر 4. لكن هي شو بتطلع يمكن على الحسبه على الكالكولاتريس اللي معكم بتطلع معكم 45 45 شو هي؟ هي بي اوفر 4. ليش شو هي البي؟ اذا اعتبرتوا هون البي هي 180 هي 180 اصلا 180 قسمي 4 حتطلع معكم 45 بس هون نحن كتبناها على شكل راديوم. عرفتوا كيف؟ اللي هي مالفه من بي اوفر 4. طيب هلا نحن شو بدنا؟ ضايع بس هلا نحن مين بدنا؟ نحن بدنا بتجوا هلا شو بتعملوا؟ بتبلشوا من الاكس هذا الاكس اللي موجود هون تعتبروه هو الصفر. نحن مين بدنا؟ نحن ما بدنا الالفا بدنا هذا الانجل اللي هو البيتا انا حسميه بيتا بتبلشوا بالاكس تاع الاكس بتعتبروه صفر. نحن مين بدنا؟ بدنا هذا الانجل كله كله لعند هون تبعتوا؟ هذا الامر كله احنا بدنا اياه، ما بدنا الالفا، رح طلعنا الالفا مشان نقدر نحصل على هذا الامر. هي البرمي كلياتها
هيدي البرمجة كلياتها من هون لهون شو هي؟ دوبي هي 2 باي، ليش هي 360 درجة؟ ما هيك البرمجة كلياتها هي 360 درجة، بس أنا ما بدي إياها كلياتها، بدي إياها بس شو؟ من هون لهون، تمام؟ فبدي نقص منها هيدا الجزء اللي هو شو؟ الألفا. اللي كان شو بصير عندي؟ بصير عندي دوبي 2 باي ماينس الألفا اللي هي طلعت معي شو هي؟ هي بي أوفر 4، باي أوفر 4. فشو بيطلع معي آخر شيء جواب؟ بيطلع معي 7 باي أوفر 4. ست بي ديفيزا بار 4، تمامتو؟ بهالشكل نحن هلا هون طلعنا التيتا. طيب وعطي اكزامبلتين انا هون نفس الشيء، نفس الشيء اللي عملناه فوق. اول شغله، اول خطوه بنعملها من برا بنعتبرها هذه بوان بوان اللي هي مو راديكال 3 ماينس 1 ماينس راديكال 3، بنعتبرها بوان من برا على الاكس، لقيناها بالاكس، تمامتو؟ هلا شو بنعمل؟ نوصلها، هاي اول خطوه، ثاني خطوه توصلوها بالاوريجين، هذه الخطوه، ثالث خطوه تعملوا بروجكشن على الاكس على الاكس، عم بدها كثير اليوم ما بعرف. طيب هاي ثالث خطوه، رابع خطوه طلع معكم تريانجل ريكتانجل، جراند انجل تريانجل، لانه تريانجل ريكتانجل ففينا نستخدم الرول اللي نحن حافظينها كنا اللي هي الكوساين والساين والتانجنت، نحن بنستخدم التانجنت اسهل شيء، ليش بنستخدم التانجنت؟ لانه هي اسهل، عرفتوا كيف؟ طيب كمان مثلا قلنا التانجنت بنستخدم الرول تاعتها، فشو بيطلع معي؟ هون اول شيء اكيد بنجيب الموديل، بنجيب المودولس. طيب جبنا الموديل هون، كنا عم نجيب الموديل مثل فوق، كمان هون كنا هون بنجيب التانجنت، مثل ما قلنا انه مثل ما خبرناكم انه التانجنت هي شو؟ هي الاوبوزي على الادجسون، يعني هي المقابل الالفا، ما هون عندكم الالفا مقابله دغري مقابله مباشره. شوف ايدا ياسا، هيدي ايدا ياسا، ياسا هي من الصفر لراديكال 3، فهي ياسا راديكال 3 راديكال 3، تمامتو؟ طيب الادجسون اللي تحت هيك بدي ياسا انا، يعني الياس تاعي. طيب دا ياسا كمان هي ياسا، هي شو؟ هي ام هي 1. فهون شو بتصير لكن؟ فبتصير راديكال 3 بتصير ام، راديكال 3 اوفر 1، تمام؟ طيب هي كمان بنجيب الاله حاسبه الكالكيوليتريس، كمان بنحسبها اكيد راديكال 3 بتصير ام، هي راديكال 3 يعني راديكال 3 ما بدها ذكاء. بنجيب الكالكيوليتريس وبنقدر نطلع الالفا عن طريق الكالكيوليتريس، انتبهتوا؟ كالكيوليتر، فبيطلع معي الالفا هي بي باي اوفر 3، يمكن على الكالكيوليتريس تطلع معكم 60، تطلع معكم كارقام 60 هي 60 ديجريز، بس هي شو هي 60؟ هي بي اوفر 3، هي باي اوفر 3، ليش؟ لانه البي هي 180 قسمت 3 هي شو؟ بتطلع معكم 60. طيب كمان نفس الحركه اللي فوق، نحن هون ما بدنا الالفا، نحن مين بدنا؟ نحن بدنا الانجل كلياته اللي هو شو مبلش من الاكس على الاكس، هيدا لوين؟ لا نحن بدنا اياها هيدي كلياتها، رح تقدر احصل عليها هيدي كلياتها، فهي شو عباره عن شو؟ عباره عن جزء الفوقاني اللي هو هالبرمه اللي هي شو هي بي هي باي 180 زائد هالمره بلس زائد هذا الجزء، تبعتوا اللي هو شو؟ بي اوفر 3 باي اوفر 3 اللي فجمعناهم مع بعض بيطلع معك كنا شو 4 بي اوفر 3. عرفتوا ليش هون زدناهم فوق نقصناهم؟ نحن حسب نحن شو بدنا، نحن بدنا الانجل هيدا كلياته، فوقت نحن بنضطر ننقص لحتى نقدر نحصل عليه او بنضطر نزيد حسب نحن شو مع المعطيات اللي معنا، حسب شو معنا. طيب وحصلنا على التلتا بيطلع معنا هيك. طيب هلا شو بنرجع على البارتي 2 بارت 2 شو عامل لي؟ بدنا نبرهن له، اكيد كتب السؤال هون بالانجلش كمان، كتبه بالانجلش وبالفرنسي. انه عندنا الاو ام بريم، او ام برايم هي بتساوي هيدي، هي ايكوال هيدي الفراكشن، هيدي الفراكشن. طيب لكن نحن لو نوصل بدنا نكتبها الاو ام بريم، نكتبها هي ايجال بي ام على او ام. طيب مهم كثير بس يكون عندكم سؤال كومبلكس ومعكم الافكس لكل نقطة، تعرفوا لوين بدنا نوصل. فانتوا على الخرطوش مثلا شوفوا لوين نحن بدنا نوصل، لوين بدنا نوصل؟ نحن بنبرهن انه الاو ام بريم هي شو بتساوي؟ بتساوي بي ام على او ام، بي ام اوفر او ام، تمامتوا؟ فشو هي البي ام اوفر او ام؟ نحن معنا الافكس تاعيتهم، فخلينا نكتبها هو مكتوبين كاحرف، تعال نشيلهم ونكتب الافكس تاعهم، شو هو الافكس تاعهم؟ طيب احنا بس يكون عندنا هون حرفين مثلا هون بي ام، انتبهتوا؟ او ام او ام،
بدي اكتب على شكل افيكس شو بنعمل؟ بتصير معي بهذا الشكل. شو السبب؟ بيجي على الحرف الثاني، ما هون عندي بي ام، ما عندي هون بي ام، بيجي على الحرف الثاني. منو الحرف الثاني؟ هو الام. فشو الافيكس تاع الام؟ اذا بتطلع فوق بتضلني بالجيفن عم يخبرني انه الام الافيكس تاعها شو؟ زد زي. فمحل الام، فمحل الام لكان بشيلها وحط شو؟ زد. موا بحط ماينس هون، هي من ضمن الرول، بحط موا ماينس. هلا شو بحط الافيكس تاع مين؟ الحرف الاولاني اللي هو شو؟ البي. ها شو الافيكس تاع البي؟ بدي اطلع فوق على الضلمه على الجيفن، عم يخبرني انه البي هي الافيكس تاعي هي موان دي ماينس 2. بحط هذا بارنتيز في موا برا، انتبهنا؟ فهون فبصير اكيد زد موا موا ماينس وماينس بصير بلس، بكتبها بلس فبصير زد بلس 2 بلس 2. وتحت كمان نفس الحركه عندنا او ام، ترجع الحرف الثاني. منو الحرف الثاني؟ هو الام. بالبال شو في؟ شو الافيكس تاع الام؟ فوق تطلع فوق شو الافيكس تاع الام؟ هو زد. فبنكتب زد موا بنحط ماينس. نرجع على الحرف الاولاني هلا، شو هو؟ هو الاو. شو الافيكس تاع الاو؟ هي هو زيرو اكيد، انه هو الاوريجين. تمام، تقول ليش هو الاوريجين؟ كيف عرفنا انه هو الاوريجين؟ ها اذا بتطلعوا فوق بالدوني فوق بالجيفن اعطيني هون بارنتيز، اعطيني او يو في، يعني او يو في، يعني هون مقصود اول حرف دائما هو بيكون الاوريجين. يمكن سماه ا، يمكن سميه اي، يمكن سميه بي. تمام، يعني ما انه والله بس شوفوا حرف او يعني هذا هو الاوريجين، لا، ضروري يكون حرف الاو هو الاوريجين حسب هو شو بسمان. طيب فلكن انا لا عم بعمل هيك، عم بعمل هيك مشان نشوف نحن وين نوصل. لو بدنا نوصل لكن نحن بدنا نوصل لكن اخر شيء انه نحن شو لازم نوصل؟ نوصل على هالحركه، على هذا الشكل اللي هو شو؟ زد مو مو يعني خلص بلس، يعني هي زد بلس دو. وتعرف شو لازم يكون؟ زد لوحده، انه زد مو زيرو ما في داعي للزيرو. فنحن نحصل على هذا الفورم اللي قلته هلا من شوي. ايه كاتبه الحمد لله، رح كاتبه هون. طبعا فنحن نوصل لهم يعني لسه ما بلشنا بالسؤال، هلا خلينا نبلش. طيب من وين بدنا نبلش؟ طيب نحن نوصل لهم، من وين نبلش؟ نبلش وشو عامل لي؟ نبرر انه الاو ام بريمي بتسوي هيك، نحن فينا نبلش من هون لنوصل لهم، كمان فينا نبلش من هون لحتى نوصل لهم، بس خلص عم نبلش بالاو ام بريم. لكن نبلش بالاو ام بريم، او ام برايم، كمان بكتب الافيكس تاعها، شو الافيكس تاع الاو ام بريم؟ بنرجع على الحرف الثاني، شو عندنا بالحرف الثاني؟ هي ام بريم، ام برايم، شو الافيكس تاعها؟ هي زد برايم. فهون شو بنكتب هون؟ اذا كان زد برايم موا الحرف الاولاني شو هو؟ او. فموان زيرو، ليش؟ انه الافيكس على شو اسمه هو زيرو. تمام، فمشان هيك الاو ام برايم هي شو بتسوي؟ هي زد برايم. عرفتوا شو السبب؟ انه حطيت على شكل افيكس. لا نجي مثل ما اتفقنا نرجع على الحرف الثاني هو الام برايم، شو الافيكس تاعه؟ زد برايم موا، بنحط هون موا موا، نرجع الحرف الثاني الاولاني هو الافيكس تاعه زيرو، فزد بريم موان زيرو زد بريم. تمام، فمشان هيك انا كتبت دغري زد بريم. طيب هلا اذا بنطلع لفوق، طيب انا ليش كتبتها هيك؟ ليش كتبت انه زد بريم هي بتسوي هيك؟ اذا بتطلع لفوق على الضنيع الجيفن هو عارفين انه زد بريم هي بتسوي هيك، بس هون شو بحطها؟ بحطها بهذا الشكل اللي نحن تعلمناه فالير ابسولي او مارجولس الموديل، انتبهنا؟ بنحطها بين هذا الموديل وبنحصل على هذا الشكل، هذا حط الشكل اللي حصلنا من ضنام الجيفن فوق. طيب نحن هلا لكن شو بدنا لو بدنا نوصل؟ مثل ما اتفقنا نحن اي فورم بدنا نوصله؟ بدنا نوصل على هذا الفورم، يعني هذا هو هدفنا، هدفنا كاتبين هدفنا فوق نحن. نحن نوصل على هذا الشيء، فنحن عم نحاول نغير، هلا بدنا نحاول نغير بشكل هيدي لنوصل لوين؟ لنوصل لفوق. طيب حتى نقدر نوصل لفوق على هذا الفورم، لما شايفين فوق ما عندنا شيء بار، عليه بار، فبنحاول هلا نتخلص من البار. هو شغله. وتين شغله شو بدنا نحاول؟ ما هون عندنا الموديل جاي على كلياتها، المودجلس انه جاي على كلياتها، بدنا نحاول نقصبها من فوق وتحت، فينا نحولها، فينا نقصبها، ليش؟ انا هيدي كمان رول الحفاظ، بس كمان عندي فراكسيون، علي موديل كلياتها، علي مودجلس كلياتها، فيني اقسم احط الموديل لفوق للنيوميراتر لوحده، والموديل للدينوميراتر لوحده، الدينوميراتر لوحده، فهيدي شغله بسيطه كثير يعني. تمام مثل هيك، هيك قصدي يعني. هذه رول الحفاظ. هلا انا حاول اتخلص من زد بار. طب شو خطر بيننا نتخلص من زد بار؟ ليش؟ انه مثل ما كنا شايفين فوق نحن عندنا هدف، هذا هو هدفنا، نوصل انه ما فيها زد بار، لازم يكون ما فيها زد بار. طيب كيف بدنا نتخلص من زد بار؟ هلا تحت سهل نتخلص من زد بار، بالدنيومتر بالدنيومتر تحت. ليش؟ انه بس يكون عندي موديل، بس يكون عندي مودجولس لشيء عليه بار، فيني اشيل البار دغري. تمام، وما بتغير فيها شيء نهائيا. هيك كمان رول الحفاظ، احفظوها، يعني شغلات ممكن للحفاظ احفظوها. انه هدول عباره عن رول قاعدات. وفوق بس ما فيني اعمل الحركه هذه، الحركه فوق ليش؟ انه هون عندي
الزد بار موجودة على حرف واحد منها ورجعتين، بس انا فيني حتى كلياتها عليها، ليش؟ كمان ما بيتغير، انه هيدا الرقم التيني هو هون مكتوب هون بلس 2، اذا حطيت عليها بار ما بتتغير، انه هذا رقم، فهمتوا؟ فلكن هون شو بصير؟ انا هيدا الشكل، هي بتساويها، انتبهتوا؟ وتحت روحت البار، بتروحوا البار دغري. لما شايفين هون عندنا زد بار، هون عندكم موديل، بتروح البار دغري، ليش؟ انه هن بيسووا بعض كموديل، بيسووا بعض كموديل، كمجلس، تمام؟ طب فوق هلا صار فيني اطير البار من فوق، ليش؟ انا صرت على كلياتها، انه هي الرول شو بتقول؟ بس يكون عندي بار عليها كلياتها وعندنا موديل، فهون فيني اروح البار، هلا طالما صار عليها البار عليها كلياتها فوق بالنيميراتر، هلا صار فيني اروح البار. روح البار، وحصلنا على الجواب اللي احنا بدنا اياه. ما بدنا كاتبين هدفنا فوق، ما بدنا نوصل على هدف فوق، وصلنا عليه. طب هلا هيدي انا على شو بدي احولها؟ برجعها على اصلها. ما هون عندنا زد با زد زد بلس دو، هذا كاتبها كافيكس، هلا بكتبها كشو كاحرف. مين هي الزد؟ هي افيكس لمين؟ هي افيكس للام. ها؟ وهون لازم يكون بدل بلس، نحن الرول اللي حفظناها هي موان، فتصير هون موان موان دو، لكن الموان دو ماينس 2 هي افيكس لمين؟ هي للبي، فهون فوق شو بصير عندي؟ بصير عندي بي ام. وتحت كمان او ام. شو السبب؟ كمان نفس الحركه. ليش؟ لانه هون عندنا الزد، الاس زد هي افكس لمين؟ هي افكس للام، انتبهتوا؟ وهون يعني كان اعتبروا الزد اللي تحت اعتبروها هي زد موان زيرو. هي زد زد اذا كان زد او كان زد موان زيرو هي زد. طيب زد موان زيرو كيف فينا نكتبها هيدي؟ هي شو الزد افكس لمين؟ هي للام، والزيرو هي افكس لمين؟ للاو، فشو بتصير؟ بتصير او ام. طيب هلا بنرجع على البارتي بي، عم يخبرني هو عطيني هذه كمان عطيني اياها كدوني كجيفن، مخبرني انه الموديل المجلس للزد بريم للزد برايم هي شو بتسوي؟ بتسوي 1 اه، بس انا برهن انه الام موجوده على لاين، موجوده على ذروات. سؤال حلو. طيب كيف نجاوب على السؤال؟ طيب شوف شو نعمل. طيب عطيني هو الزد بريم، بنبلش من شيء هو عطيني اياه كدوني، واعطيني الدوني اللي عطيني اياه جيفن، عطيني اياه شو هي؟ الموديل لزد بريم قال اه، بنبلش فيها. طيب الزد بريم، لكن هون الزد بريم لوحدها انا فيني اكتبها زد بريم موا زيرو، ليش؟ مشان اكتبها كاحرف هلا. فشو بتصير عندي هون؟ بتصير هي او ام بريم. هي او ام بريم لكن ايجال شو هي اه. طيب اذا او ام بريم ايجال اه، اطلعوا لفوق على البارتي ا، البارت اي. حطوا محل ال O M prime، هون O M prime حطوا A، حطوا هون 1. نحن هلا عم نستخدم هلا البارتي A، بنستخدم البارت A. شو بتصير عندكم؟ وطلعوا ال O M لفوق، اضربوا عملوا كروس مولتبلاي، فشو بتصير عندكم؟ بتصير عندنا ال M B ايجال شو؟ عندنا ايجال M O. هلا ال M B هي ذاتها B M، ليش هون؟ هنا هي هون منها فيكتور هي شو؟ عبارة عن ديستانس، عن مسافة بس. فأنا هون ال B M فيني اكتبها M B. بغض النظر يعني، تمام؟ فعشان لو نوصل من الام بي ايجال ام او. طب انا شو معناتها هيدي؟ شو معناتها؟ خلينا نطلع على الرسمه هون، حبيت ارسمها كرسمه. اول شيء بنحدد البوان او وين هي الاوريجين، والبوان بي هي شو الافكس هي موان دو حطيتهم انا. طب شو يعني ام بي ايجال ام او؟ امتى بكون الام بي؟ وين فيني احط الام انا؟ وين فيني احط الام على هذا الاكس بشكل انها تكون الام بي ايجال ام او؟ وين؟ ما فيني الا احطها وين؟ على الميدياتريس اللي هو شو؟ البربوندكولار بايسكتور. اذا احتجت الام على الميدياتريس تاعيتهم على البربوندكولار بايسكتور، فبتصير هون الام بي هي ذاتها هي ايجال ام او دائما، وين ما حطيتوها على الاكس او وين ما حطيتوها على هالدروات، وين ما كانت على الدروات الام، وين ما كانت على هالدروات، وين ما حطيتوها على هالدروات تحديدا، شو بتصير؟ بتكون عفوا الام بي ايجال ام او. فهون بنستنتج دغري انه الام هي شو؟ موجوده على الدروات. واخيرا هلا شكله لسه في سؤال. في سؤال. طيب هلا بنرجع على بارتي 3، بارتي 3 عملية بورتوت اكيد اخذ الزد ديفرنت زيرو نوت ايكوال زيرو، ليش؟ انه ممكن الزد تكون موجودة بالدينوميناتور فعم يخبرني انه الزد هي ما بتساوي زيرو، ليش؟ انه اذا كانت بالدينوميناتور موجود زيرو هي مشكلة بتشكل لنا مشكلة، ما بصير يكون بالدينوميناتور في زيرو. ف
فاعطوني اياها، خبرني انه الزيت هي ما بتسوي زيرو. ليش؟ انا ممكن الزيت تكون موجوده بالدونتات، مشان هيك خبرني. طيب شو اعمل اذا برهن هيدي نحن؟ انه زد بار فوا زد بريمو ا ايجال 2 ماينس 2. طيب لحتى نقدر نبرهنها نستخدم الدونيل جيفن اللي اعطيني اياها، لكن لو نحن شو بدنا نبرهن؟ بدنا نبرهن هيدي. شفتوها؟ طيب شو اعطيني هو الدونيل؟ الدونيل هو اعطيني اياها جيفن فوق الدونيل، اعطيني هيدي. طيب نحن بدنا نستخدمها لهيدي، نستخدم المعطيات اللي معنا حتى نقدر نوصل لوين بدنا، حتى نقدر نوصل لهون. طيب لكن بدي احول غير بشكل هيدي، نحن نغير بشكل هيدي الدونيل معناه لحتى نوصل لوين، حتى نوصل على هيدي اللي فوق. طيب فوق اذا نطلع فوق شو عندنا؟ زد هنا بالقلب البرانتيز عندنا زد بريم 1 زد برام ماينس 1 تمام. انا زد بريم 1. طيب نحن تحت شو بنعمل حتى نقدر نحول شكلها لهيدي اللي تحت؟ هيدي دونيل عباره عن جيفن، فانا معي اياها، هيدي انا معي اياها تمام. فبدي احاول اغير من شكلها لحتى اوصل لوين؟ توصل على الشكل هذا اللي فوق. فبحاول غير الشكل. فهون عندنا زد، بنطلع هون عندنا زد بريم موا، فبيخطر على بالي هون انا فكره انه انا هون لازم نقص موا. طالما بدي نقص موا قبل الايجال كمان بعد الايكوال كمان لازم نحط موا. هي بحق لي اعمل هذا الشيء دائما، نقص اللي بدي اياه بس قبل الايجال وبعد الايجال. عرفتوا كيف؟ فلكن خطت على بالي انا هون فكره، لكن هون انا لازم اعمل موا ماينس 1. ليش؟ مشان اقدر احصل على الفرق اللي فوق. طيب هلا بعمل هون ميم دومينيتور سيم دومينيتور، عملنا ميم دومينيتور سيم دومينيتور، فزد بار هون ضربتها هون الان ضربتها بزد بار فوق زد بار تحت مشان اعمل ميم دومينيتور، بيطلع معي هيدي. واعمل هلا هون شو بعمل؟ شو بيطلع عندي؟ زد بار. شو اذا بتحصل هون عندنا هون زد بار وهون عندي موان زد بار، فبيطيروا بعض بصير صفر. وشو بصير؟ زيرو بلس 2. فلكان شو بصير فوق الدومينيتور؟ بصير عندنا بلس 2 بس تمام. طيب لكن عشان نحصل اخر شيء، لكن حصلنا انه زد بريم موا هي شو بتسوي؟ بتسوي 2 هي 2 اوفر زد بار. هيدي حصلناها، نحن حصلناها تمام. هلا لكن شو وصلنا على اللي بدنا اياه؟ ليش؟ لكن حصلنا على هيدي نحن. هلا بنطلع زد بار لفوق، عملنا كروس ملتبلاي وحصلنا على اللي بدنا اياه. نحن بدنا نوصل، بدنا نوصل على هيدي نحن، وصلنا لها. شفتوا كيف وصلنا لها؟ هلا بنطلع على البارتي بي. بالبارتي بي بورتوت فيريفيا نعمل فيريفيكيشن فيريفاي انه عندنا الارجيومون ارجيومنت لزد بريم زد برايم ماينس 1 هي ايجال ارجيومون لزد بلس 2 كابي تمامتو. طيب نبلش بالارجيومون لزد بريم موا. شو هي الارجيومون لزد بريم موا؟ شو هي؟ شو بتسوي؟ طيب انتم شايفين انه هذا سؤال عباره عن البارتيات تروا، هي عندنا تروا ا وبي وسي، فهن مرتبطين ببعض فينا نستخدمهم ببعض. فنحن شو بنستخدم اللي فوق، اللي معنا اللي فوق شو معنا؟ نحن عندنا زد بريم موا هي شو بتسوي؟ هي 2 اوفر زد بار. فهون عندنا الارجمون لزد بريم موا هي شو بتسوي؟ هي ذات الارجمون ل 2 اوفر زد بار. ليش؟ انه هيدي معنى اياها من بارتي ا بارتي اي. فلك حارجيكم نفس الجواب. لك هون عندنا هي منين حصلنا عليها؟ مثل ما اتفقنا حصلنا عليها من بارتي ا. ليش؟ انه هذا احسن على استنتجها من البارتي ا. طيب بس يكون عندي ارجمون وعندي فراكسون وعندي فراكشن، هذه رول الحفظ ان شاء الله بكون كاتبها انا هون، كاتبها لحا. هذه رول الحفظ، بس يكون عندي ارجمون ارجمون وعندي فراكسون، فهي بتصير ارجمون للنيوميراتور للنيوميراتور ماينس موا ارجمون للديمونتور. هذه رول الحفظ، فنحن نستخدمها هون هيدي كمان. لكن شو بصير عندي؟ ارجمون ارجمون لل 2 هون بصير عندي ارجمون لل 2. احسبوها انا منين كاتبها؟ منين كاتبها؟ منين كاتبها بالتفصيل؟ تفصلوا عنكم، اكتبوا هي ارجمون لل 2 لل 2 موا ارجمون لزد بار. طيب الارجمون لل 2 شو هي؟ هي زيرو. دائما بس يكون عندي ارجمون لرقم، بس رقم، رقم على الحل يعني سان تروا كذا سان 7 8 18 ما في اي، اذا ما في اي فهو زيرو، دغري حطوا زيرو. فهون ارجمون لل 2 خاص دغري هي زيرو. فشو بصير عندي هون؟ زيرو مو ارجمون لزد بار. فانا كتبتها دغري شو؟ مو ارجمون لزد بار، ماينس ارجمون لزد بار. عرفتوا كيف؟ فانتوا اكتبوها بالتفصيل. هلا هلا كمان هون بنستخدم رول، هيدي ان شاء الله بكون كاتب الرول انا هون، كاتبها. كمان احنا عندنا الارجمون ارجمون لزد بار هي شو بصير؟ هي مو ارجمون لزد. لكن المو ارجمون لزد بار
شو بتسوي؟ بتسوي ارجوان لزد، هون مو ارجوان لزد بار، فيني شيل احط محل شو ارجوان لزد، ليش استخدمها هيدي الرول؟ لان احنا لازم نكون حافظينها. فبيطلع معي هيدي، واخيرا خلصنا من هون. نجي هلا على البارتيسي، بارتي. طيب شو عم خبرنا بالبارتيسي؟ نصير بارتي اون بوز، اعطيني كمان اعطيني هيك دوني كجيفن ان زد بريم هي 1 بلس او ابسونس اي تيتا. طيب شو عم بده؟ بده ايانا نبرهن انه الاو ام هي ايجال 2 ا برايم. كمان مثل ما حكينا من قبل حلو الواحد يعرف لوين بده يوصل، نحن لوين نوصل؟ فبنحاول نغير بشكل هيدي ان الاو ام ايجال 2 ا ام، بنتبع شكل افيكس. لكن هون شو الاو ام؟ مثل ما اتفقنا بنبلش بالحرف الثاني، وهون شو عندنا هي الام، لكن شو الافيكس تاعي للام؟ هي زد. لكن هون عندنا زد مو، بنرجع الحرف الاولي اللي هو الاو، مو 0 زد، مو 0 زد ماينس 0 هي زد. فمشان انا هون كتبتها زد دغري ايجال، بكتبت ايجال 2 2 كتبت 2. شو الافيكس للام برايم؟ الافيكس للام برايم هي زد بريم، هي زد برايم. كان شو عندنا زد بريم مو، لكن هيدي انا كتبتها هون، كتبت احنا لوين بدنا نوصل، كتبت لوين بدنا نوصل. كمان انتم بتعملوا هيك بالامتحان بالمسابقه، بتعملوا هيك لوين بدكم توصلوا، بدنا نوصل لهيدا الفورم، بدنا نوصل لهيدا الشكل. عرفتوا كيف؟ طيب هلا بنبلش. حتى نقدر نبلش اجبرني نبلش بشيء هو اعطيني اياه كدوني كجيفن. هو شو اعطيني دوني؟ اعطيني هيدي جيفن، فبدي بلش فيها. تمام؟ طيب هنا اعطيني هيدي جيفن دوني، فبدي بلش فيها، بلش بدوني. فانا اللي فوق اللي كاتبها فوق ما تضيعوا، هل كاتبها فوق انا كاتب لوين بدنا نوصل نحن، بس نحن بدنا نوصل لهون. فمثل ما اتفقنا بنبلش بالدوني اللي هو اعطيني الجيفن، اعطيني اعطيني هيدي دوني بلشنا فيها. طيب شو عملنا هون؟ بس دقيقه. مثل ما عم نشوف، ليش نحن كتبنا لوين بدنا نوصل؟ ما كتبنا لوين بدنا نوصل الهدف تاعنا؟ ليش كتبنا؟ مشان نقدر نحاول نغير الشكل اللي معنا لنوصل لإله. عرفتوا كيف؟ فهون بنلاحظ نحن عندنا هون زد بريم و لاحظناها، فكمان تحت فحاولنا نغير الشكل اللي تحت وكتبنا مو. عرفتوا كيف خطة تعبانة هالفكرة؟ ليش؟ أنا نحن كاتبين الهدف تاعنا لوين نوصل. طيب لكن هون زد بريم مو لا اصلا مو هون مو ما عملنا ماينس 1 قبل الايجال وماينس 1 بعد الايجال، فهيدي الدوني هيدي طلعوا فيها عملوا مو قبل الايجال بصير زد بريم مو، عملوا مو بعد الايجال وعندنا عندنا 1 بصير 1 ماينس 1 بتروح بتصير صفر. فمين فضل؟ فضل بس الاي ابسونس اي تيتا. تمام؟ فشو بصير؟ بصير عندنا هذا الشكل. لكن تمام؟ لكن هون شو بصير عندنا؟ كمان احنا فينا نستخدم اذا هو اعطيني دورنيه ثانيه جيفن ثانيه نستخدمها كمان. ليش؟ انه نحن هون بالبارتي ا كمان بنستخدم البارتي ا. بالبارتي ا اذا بنرجع على البارت اي، شو عم يخمرني بالبارتي ا؟ فوق منو اعطيني هذه؟ منو برهنينا نحن من قبل؟ لانه برهنينا فينا نستخدمها. فهلا شو بنعمل؟ نستخدمها ومنطلع الزد بار. شو هي هون الزد بار؟ زد بار ايجال 2 اسمه زد بريم موا. هلا محل زد بريم موا بشيلها شو بحط محلها؟ بحط محلها هي اللي طلعت معي انا من شوي اللي هي شو؟ اي ابسونس اي ابسونس 6. شفتوا يعني نحن عم ندمج الشغلات ببعضها حتى نقدر نحصل على الجواب. بس كيف عم نبلش؟ دائما عم نبلش بالدونيه بالجيفن اللي اعطيني اياه، او عم نبلش بالاشياء اللي نحن حصلنا عليها من قبل. عرفتوا كيف؟ وكاتبين الهدف تاعنا نحن. طيب بس هون عم بلفت نظر شغله، هيدي رول، هيدي رول هيك كده فوق، هيدي رول انه اذا عندنا زد ايجال ار عندنا هيدا الفورم تاع الزد، فالزد بار بس بحط موا جنب التيتا. كمان نفس الشيء هون، هون تحت زد بريم مو ما اتفقنا لازم نحط اي ابسونس اي تيتا. ليش؟ همنا جبناها من هون من قبل، نحن طلعناها من قبل. فهون الاي ابسونس اي تيتا شو بنعمل؟ فينا نطلع دغري لفوق. دائما شغله معنا هي تحت الدنيا، فينا نطلع لفوق. بس شو بنعمل؟ بنغير البريسونس الباور تاعها، بدل شو بصير؟ بصير مو
واذا كان مو افترضنا الكوستانس تاع تحت كان نيجاتيف اذا طلعناها لفوق بصير بوزيتيف. طبعا ركزوا هون معي بالدينوميتر تحت بالدينوميتر شو معي؟ معي اي ابسنس اي باور اي ابسنس اي ابسنس سته هي موجوده بالدينوميتر رح تقدر اسحبها لفوق بقدر اسحبها دغري لفوق فشو بعمل بس بالكوستانس بحط مو دغري بحط مو تمامتو حطينا مو فطلعت معي هيك. طب لو افترضنا تحت بالدينوميتر معي مو اذا طلعتها لفوق كمان بحط مو ثاني بتصير بلس. طيب هلا هون شو بتسوي هيدي؟ ايه ابسنس مو اي تيتا كيف فيني اروح المو انا؟ هون الماينس هذه كيف فيني اروحها؟ بستخدم الرول انا رح احفظها بس يكون عندي هيدي الرول اللي انا كاتبها هون شفتوها؟ حاستخدمها هلا انا استخدمتها. فهون لانه عندنا زد بار الزد بار شو بتسوي هون؟ الزد بار هي بتسوي دو ابسنس اي ابسنس مو اي انا عم بحكي انجلش وفرنسي فالكلمات عم تفوت ببعضها ايه ابسنس مو اي تيتا فهون لانها هي زد بار فيني احول من زد بار للزد من كونجيجال للزد بار للزد من زد بار للزد كيف فيني احول من زد بار للزد؟ اذا معي اكسبونسيال بس بحط مو بس بحط ماينس ليش؟ انه هيدي انت مثل ما شايفين فوق على بالجيفن بالرول عفوا اذا عندي زد هي ار او ابسنس اي تيتا فزد بار هي ار او ابسنس مو اي تيتا كمان نفس الشيء عندي زد بار هي 2 هي 2 او ابسنس مو اي تيتا فزد شو هي 2 ابسنس او ابسنس اي تيتا. طيب شو بنعمل هلا؟ طيب هون شو عندنا؟ الاي او ابسنس اي تيتا شلتها ورجعت رجعتها على اللي انا حصلت عليها من قبل، ما هون نحن حصلنا من قبل انه زد بريم مو هي اي ابسنس اي تيتا، فرجعت رجعتها، ليش؟ لانه نحن مثل ما شايفين هون الهدف تاعنا انه نكتب الزد هي شو بتساوي؟ زد ايجال دو زد بريم مو هذا هو هدفنا، فعم نحاول نحصل على هذا الجواب، نحن هون الجواب هذا المطرح بدنا نوصل ما بقلبه اكسبونسيال، كمان رح نحاول نتخلص من الاكسبونسيال هون، حتى نقدر نتخلص منها، رجعنا حولناها شو كتبناها زد بريم مو لكن هلا بكتبها كأحرف كتبتها كأحرف كيف كأحرف؟ الزاد شو هي الزاد؟ كحرف هي الأفكس لمين الزاد؟ هي أفكس للأم فهون الزاد فينا اعتبرها هي زاد موان زيرو فهي الزاد هي أفكس هي أفكس للأم والزيرو هي أفكس للأوريجين للأو تمامنا؟ بهذا الشكل بنكون خلصنا وكمان نفس الشيء عندنا الدو كتبنا تو كمان عندنا الزاد بريم هي الأفكس لمين للأم للأم بريم عفوا والآه هي أفكس لمين للآه فهون كتبت على شكل أحرف عرفت كيف؟ بهذا الشكل.